حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ننتقل الآن عند نديب قناة الريان سفر الهاجري المتواجد في نادي الخريطيات على أساس يعرفنا من خلال أنشطة النادي. سفر، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا حمد، وشكرا لزملائي في الاستديو، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعين قناة الريان. أنا الآن متواجد مثل ما ذكر أخوي حمد العيدة في نادي الخريطيات. طبعا نادي الخريطيات ينظم أنشطة وفعاليات صيفية للشباب ولمنتسبين أيضا نادي الخريطيات، ولمزيد أكثر عن تفاصيل هذه الأنشطة والفعاليات نستضيف هنا معنا من نادي الخريطيات السيد عبد الرحمن سعد الكعبي أمين سر نادي الخريطيات. حياك الله يا أبو فهد معنا. الله يحييك ويبارك فيك، وأهلا بكم ضيوف عندنا في النادي. الله يطول عمرك، الله يرحم والديك. في البداية أبو فهد، ودي أنك تحدثنا وتحدث أيضا مشاهدينا عن الفعاليات اللي يقوم فيها النادي. والله النادي تعرف يقوم فعاليات وأنشطة كثيرة لأبناء أهالي المنطقة اللي هم يعني تحت 17 سنة، يقومون بعمل مثلا يقوم بعمل القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى التربية الفنية، الرسم، ما رسم، وهناك التعليم والتدريب على الكمبيوتر مثلا، وكل من عنده موهبة مثلا من أبناء المنطقة يبدع فيها. ويعني تعرف أنت خلال فترة الإجازة يكون في مثلا عند الطالب طاقة مثلا يبي يفرزها، يبي يستفيد منها، وأيضا وقت فراغ، وقت فراغ عندهم زي ما ذكرت يعني. نعم، بالنسبة للأنشطة الرياضية، أنت بما أنكم نادي رياضي، نعم، بالنسبة للأنشطة الرياضية أنا أتصور أن أنتم شكلين أو يعني نسبة كبيرة تشكل من هذه الفعاليات أو الأنشطة الرياضية. هو طبعا احنا عندنا الأنشطة الرياضية هي كأساسية في النادي، طبعا بحكم النادي كونه رياضي، إضافة إلى احنا أدمجنا فيه الأشياء الرياضية والاجتماعية كذلك. طبعا في من أبناء المنطقة يجون يقوم بالتسجيل في النادي واللعب خلال فترة، إضافة إلى بعض الأهالي المنطقة يأتون للنادي لعمل بعض الرياضات مثلا الخفيفة مثل المشي مثل الجري الخفيف، فالنادي مفتوح يعني لأهل المنطقة. وأيضا موقع، حتى موقع النادي بعد بما أنه نعم، يشكل هو تقريبا الوحيد في المنطقة. نعم. طيب لو تحدثنا أبو فهد عن نسبة الإقبال، نسبة إقبال الشباب ونسبة إقبال الجماهير على مثل هذه الفعاليات. هو الإقبال يكون دائما إن شاء الله جيد، لكن أنت تعرف طبعا فترة الصيف طبعا الناس يكونون في إجازات، احنا نقوم بتسجيل يعني أبناء المنطقة يفوق عددهم يصل للثمانين مثلا، ولكن مع أيام تحصل يقل لأنه خلاص يبدأ مرحلة السفر عند الأهالي يعني، فيأخذوا الأبناء هم يتمون بعضهم يعني يقل عندك العدد، لكن احنا نأمل للأكثر في الأكثر إن شاء الله مع المستقبل إن شاء الله بإذن الله. طيب لو تحدثنا عن الفئات السنية المستهدفة لهذه الأنشطة. هو المستهدف الفئات السنية من تحت مثل ما ذكر من تحت 17 سنة إلى 6 سنوات، احنا من 6 سنوات إلى 17 هم الفئات السنية عندنا اللي يقومون طبعا مثلا اللي هم مرحلة ابتدائية المرحلة الإعدادية مثلا، هذين هم يحتاجون عندهم تعرف طاقة وأيضا طاقة وقت قوية فراغ نقدر نقول وقت فراغ فيستفيدون يعني من الوقت هذا. طيب خططكم المستقبلية، يمكن دردشنا أنا وأنت بوهات قبل ما نطلع الهواء كانت أيضا عندكم خطط أنكم أنتم تضمون أو تسوون فعاليات خاصة للفتيات مستقبلا، لو تحدثنا أيضا عن هذه. نعم، هي الفكرة موجودة إن شاء الله، وإن هذا إحنا على ما تقول نسعى، وإحنا توصلنا إلى مرحلة التفكير في أن إحنا بحكم النادي كله رجال طبعا، والتعرف الأشياء هذه للفتيات يحتاج مكان مستقل، فنفكر إحنا مثلا باستئجار مثلا مبنى لقيام هذه الأنشطة، ونقوم بالاتصالات ببعض الكوادر اللي هي ممكن تقوم بتدريب مثل المدرسين الأكاديميين مثلا اللي يقومون بتدريب الفتيات إن شاء الله في المستقبل. تطوير، نعم. طيب لو تحدثنا أيضا عن دور النادي، دور الثقافي للنادي وأيضا الدور الاجتماعي. طبعا الدور الثقافي للنادي طبعا لابد، هو النادي ليس بس برياضي، لابد يزرع الثقافة في كل جيل، يعني في الجيل دائما لازم زرع الثقافة. ومن ناحية الاجتماعية طبعا هو توعية الأهالي على أنهم
يحثون أبنائهم مثلاً على ممارسة الأنشطة الرياضية الثقافية الفنية مثلاً، وهو ليس بس لمجرد الفئات. أنا ما يجيني مثلاً طفل يعني بس دخل وأبوه مثلاً خلاص دخله وسجله عندنا وخلاص ما في تواصل بيننا وبينه، لازم يكون بيننا وبينه تواصل عشان يعرف هل ابنه فعلاً إحنا نفيده، نقول له إيش ناقص من أبنائك، ابنك إيش قاصرة، إيش يبغى زيادة، نعطي يعني يستفيد الأب كذا. نعم، أو أشياء معينة ممكن نعم. يركز عليها الأب. نعم. طيب أبو فهد، الرسالة اللي ودك تبعثها من خلال قناة الريان للمشاهدين أو لأولياء الأمور بشكل خاص؟ والله أنا طبعاً الرسالة أني أحث أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على التحاق مثلاً في الأنشطة ثقافية رياضية، خصوصا في الفترة الصيفية. أنا الفترة وقت فراغ يكون عنده، خلنا نقول الطالب يعني ما بعد ما ينتهي من المرحلة الدراسية تغلق المدارس، فيكون عنده وقت فراغ، فلابد أنه يستغل هذا وقت الفراغ. أنا ما أحث أنه لازم يجيني في نادي عندي مثلا، بعد الطفل له رغبته، في قد يكون له رغبه في نادي، وانت تعرف طبعا صحيح. في مشجع للنادي هذا وفي يرغب حتى ولو كان بعيد النادي، وما في شيء بعيد عن المواصلات حاليا، فممكن يودي يعني اذا ابنه قال له لا ما ابغي مثلا النادي الفلاني ابغي النادي الفلاني، فبعد يودي، مو بشرط يجبره على نفس النادي، وبعدين الولد لا يجي النادي هذا ولا يروح النادي هذا. إن شاء الله. نعم، نوفق الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. كل الشكر لك يا أبو فهد. السيد عبد الرحمن سعد الكعبي، أمير نادي أمير سر عفوا نادي الخريطيات. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه رسالة يوجهها السيد عبد الرحمن الكعبي أمين السر لأولياء الأمور، لحث الأبناء أيضا للانضمام للأنشطة الصيفية والأنشطة الرياضية بشكل خاص. زملائي في الاستديو، هذا كل اللي عندي، ونرجع لكم الاستديو. سفار، مساك الله بالخير، أنت وضيفك الكريم. خالد يبغى يكلم الضيف. مساك الله بالنور، شلون؟ ابي اكلم الضيف اللي عندك عبد الرحمن، بسلم عليه. اي نعم، تفضل 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 يا خالد. اي خالد يبغى يسلم عليه، يقول زميل عليه. هو كان زميلي، ما ادري يتذكره ولا لا، ما ادري اذا يتذكرني ولا لا. سلم عليه، قول له خالد يسلم عليك. ان شاء الله يسلم عليك زميلنا خالد النعم. الله يسلمك خالد، الله يسلمك. نعم، كل الشكر لك زملائي. يا سفر وحمد العيد، بس خالد بس، بعد حمد العيد ترى. وايضا حمد العيد يسلم عليك. الله يسلمك يا شيخ. لا انت، الله يحفظك. الله يسلمك. نعم، الله يطول عمرك. شكرا، ما قصرت يا سفر، انت ضيفك الكريم. حمد، يعني تعرف الواحد لما يشوف الناس اللي يعزون عليه وده انه يسلم عليهم. انت تقول خالد يقول لي قبل شوي من 8 سنين، شو اسمه هو الكعبي؟ تقريبا عبد الرحمن. عبد الرحمن قال هذا رفيقي من 8 سنين، قلت تو اكيد انه بيتذكرك. قاعد محتار يقول يتذكرني ولا ما يتذكرني. ان شاء الله. توه 8 سنين ترى، توها رايحه. اي والله يا حمد، صدق الايام تركض بسرعه. نطلع فاصل ولا نكمل سوالف؟ لا نكمل سوالف. عقب بيزعل علي انه سهل يقول بسرعه بسرعه. انت خيرتني فاصل ولا سوالف؟ والله انا ودي بالسوالف، سوالف معك ما تمل. اخوي يقول لي فاصل فاصل. طيب اذا اعزائي المشاهدين، نطلع معاكم فاصل ثاني ونرجع معاكم نكمل باقي فقراتنا، انتظرونا.